حركة الكنانة. حركة الكنانة اليوم بتقوم بحملة اسمها حملة من أجل سوريا، بهدف تضامن مع شعب سوريا في الداخل وفي الخارج، من يعاني في الداخل وأيضا لاجئين في الخارج الذين يعني يتعرضون لأهوال ومآسي في البر والبحر واضطهاد ومعاملة سيئة من بعض، يعني في بعض الأحيان من بعض الدول. الشعب السوري يعاني منذ 4 سنوات، وحتى الآن للأسف ليس هناك مبادرة جدية للحل في سوريا. لم تصدر مبادرة عن جامعة الدول العربية، لم تصدر مبادرة عن الدول العربية الأخرى. الأزمة في سوريا بتشتد يوم عن يوم، العدد القتلى وعدد المهجرين بيزيد يوم عن يوم. نخشى أيضا من تحول الصراع إلى حرب عالمية على الأراضي السورية. نعلم أنه في دول أخرى يعني متدخلة في النزاع، فنخشى أن تتحول الأمر إلى مواجهة بين الدول الكبرى على الأراضي السورية. يكفي سوريا ما حصل، ويكفي سوريا من تقسيم ومن إرهاب و فإحنا بنقوم بهذه الحملة من أجل إنقاذ سوريا، حملة محايدة. لسنا مع طرف ضد طرف، ولكننا مع الشعب السوري. نحن مع الشعب السوري من أجل إنقاذ أرضه ومن أجل توحيد الشعب. دي أول وقفة للحملة النهاردة السبت. يعني نتمنى أن نقوم بحملات ووقفات أخرى. عندنا ورق أوراق، واحدة تتعلق بأهداف الحملة وتعريف بها، والأوراق الأخرى تتضمن المبادرة السياسية، ودي الأهم اللي احنا يعني بنعرضها وبنطرحها هذه الأيام. مبادرة هي بتتكون من عدة بنود، يعني تتكون من لجنة للحكماء تتولى التنسيق والوساطة بين الأطراف المتصارعة، تتضمن إعادة الإعمار، مجلس لإعادة الإعمار، تتضمن صندوق لإعادة الإعمار، تتضمن أيضا عمل دستور جديد، تتضمن إجراء انتخابات، يعني إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وحكومة انتقالية في الوقت السابق على الانتخابات لإدارة الأمور في سوريا. يعني نتمنى من الجميع أن يتقبلها. يجب على الجميع أن يتراجع خطوة، يعني كافة الفرقاء والأطراف في سوريا يجب أن تتراجع خطوة لكي تتقدم سوريا للأمام. إذا أصر كل طرف على مطالبه، وأعتقد أنها أصبحت مطالب مستحيلة، لأنه في خلال 4 سنوات لم ينجح أي طرف في حسم الأمر، ولم ينجح الحل العسكري في حسم الأزمة في سوريا. فنحن يعني نطرح حلا سياسيا سلميا لإنقاذ سوريا والشعب السوري. يعني سنفعل كل ما نستطيع، سنشارك بالحملات بالوقفات، سنطرح المبادرة على الأطراف المسؤولة سواء في جامعة الدول العربية أو في مصر أو الأطراف الأخرى. نحاول أن نتصل يعني بكافة الأطراف، ونتمنى أن تتبناها مصر. يعني هي مبادرة شعبية، ولكن نتمنى أن تتبناها مصر، لأنها إلى حد كبير يعني مبادرة نقدر نقول أنها متكاملة.